نحبكم نحبكم يهمنا إسعادكم، أحلى المواقف والقصص تجمعنا في بناتكم بناتكم. نجن الجواهر والدرر، نقطف من الروض الزهر، أغلى الفوائد والعبر ترونها في بناتكم. نجن الجواهر والدرر، نقطف من الروض الزهر، قصة رائعة، فكرة وكلمة نافعة، عيشوا دقائق ممتعة وشاهدوا بناتكم. موقف وقصة رائعة، فكرة وكلمة نافعة، عيشوا دقائق ممتعة وشاهدوا بناتكم. نحبكم نحبكم يهمنا إسعادكم، أحلى المواقف والقصص تجمعنا في بناتكم بناتكم بناتكم. جود، ايش رايك في المكان؟ والله ما كان حلو، بس شكله قوم غيرته شويه. ريا، هذا الكنبه كانت تينا. ايوه حطيتها يا اخي، ان شاء الله حلو مره. استعد للمسابقه، انا اللي بلعب. اكيد بيفوز الفريق اللي انا فيه. لا ان شاء الله الفريق كله، لا يمكن ان شاء الله متعادلين ان شاء الله. شوفي كيف سيد ابراهيم ضبط لنا المكان، الله يخليه لنا. امين. أقوم النادي البنات. شوف المسابقات، لحظة بس، مسابقات كثير. يلا نروح نادي البنات. أهلا، نورتوا بيت الزهور. كيف حالكم؟ الحمد لله. كيف كان يومكم في رمضان؟ حلو. كيف يوم؟ طيب مين كانت صايمة اليوم ومين أثرت؟ أنا صايمة. صايمة كانت ترفع يدها. وفاء صمتي؟ فين وفاء؟ ليش رافعة كذا؟ أنا باكي. يلا إيش كيف صمتي؟ كيف يعني تصوم العصافير؟ اشرحي لي، انا ما اعرف. يلا، يعني تصومي من الفجر الى الظهر ولا العصر؟ لا العصر. الظهر يعني صمتي لين الفطر، لين الظهر وفطرتي واكلتي صح؟ ولما يفطرون هم تفطرون معهم. يعني عادي تصير صايم. طيب مستعدين للمسابقة؟ ايوه اكيد. لا ما اسمع صوتي، قول كذا. ايوه. طيب طبعا قبل ما نبدا بشرح لكم مسابقه، لان في العاب جديده. تعرفون هذه ولا لا؟ شوفوا الحين هنا عندنا 10 اوراق. الحين مثلا، لا قبل خلونا نرتب الفريق. مين ترشحون تكون يعني رئيسة فريق وهذه رئيسة هذا الفريق؟ ايش يعني اللي عندها بنت تتكلم تقول؟ نورة وحلا. نورة وحلا، مين توافقها في الرأي؟ لا نورة وحلا لا. طيب رفيف وحنين. رفيف وحنين، يلا مين توافق والسومة في الرأي؟ رفيف وحنين. لا ها مين؟ طيب مين 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 وفاء؟ هلا وحنين. توافقونها في الرأي؟ لا. ريماس مين؟ زوري وحلا. توافقونا في الرأي؟ ايوه اكيدين. ايوه موافقه. يعني طيب الحين عندنا احنا كم بنت؟ واحدة، اثنين، ثلاث، اربع، خمس، ست، سبع، ثمان، تسع، عشر، 11. 12. 11. مريم. 11 باقي. أيوة. مريم صح؟ ايوه. وينها؟ روحي نادي مريم سرعة. طيب الحين الجوري وحلا. طيب نبدأ الحين كم؟ واحدة، اثنتين، ثلاث، أربع، خمس، ست، سبع، ثمان، تسع، عشر. يعني خمس عندك وخمس عندها. طيب يلا جوري أبدأ يختار واحدة. البنات أول شيء
أول شيء قوموا قوموا عشان كل واحدة اللي تختارها تجلس. خلاص حلا خليك أنت جالسة وجيري خليك جالسة. طيب جيري اختاري بنت. حنين. أجلسي جنبها حنين بسرعة. حلا اختاري. رفيف. رفيف يلا. جيري اختاري. فاطمة. حلا اختاري. جيري اختاري. سامية. حلا اختاري. مريم. جوري. وفاء. حلا. وسام. جوري. نورة. كذا يكون هنا عندك خمس وعندك خمس. إلا خمس. واحدة ثنتي ثلاث أربعة خمس. واحدة ثنتي ثلاث أربعة خمس بدون حلا وجوري. أيوة باقي بشرح لكم هذه اللعبة. هذه عندنا عشر أوراق تمام، وكل ورقة فيها رقم مختلف، يعني ما هو يعني ما هي مرتبة واحد اثنين ثلاثة أربعة، لا عشوائي كذا الأرقام. عشوائي. يعني طيب الأرقام هذه اللي جوا ما هي مرقمة. شوف الحين مثلا بفتح لكم واحد، هذا رقم ستة. ستة يعني ما هو في رقم ولا شيء، يعني مو هذه واحد اثنين ثلاثة، لا داخلها عشوائي. الأرقام اللي مكتوبة عادي كذا ملخبط. أنتي لخبط. طيب الحين كل فريق بتختار واحدة، مثلا هذه جمعت الأرقام الأكثر، يعني مثلا هذه جمعت 15 وانتي جمعتي 20، هذه جمعت 16 وانتي جمعتي 35، يعني في الورقة هذه مكتوب فيها 35، يعني نجمعها. أي وبعدين نجمع العدد، مثلا نجمع عدد فريقك، يعني مثلا هذا 15 هذه 20 هذه 35 هذه 40، يكون كل واحدة عندها 5 أرقام. طيب وهذول عندهم مثلا 20 30 50، نشوف بعدين هم يجمعون الأرقام. أنا بجمع، نجمع الأرقام الجوال. أيوة لكم مثلا عندهم دول حصلوا أكثر، يعني الأرقام أكثر لهم نقطة، أنتم حصلتم أكثر لكم نقطة. فهمتم؟ لا. فهمتم ولا عيد شيء؟ لا لا لا. أيوة نبدأ السؤال لفريق حلا. ما هي عاصمة البحرين؟ إذا تبون خيارات موجودة. خيارات. أبو ظبي، البحرين، المنامة، الخرطوم. لحظة. الخرطوم. الخرطوم. متأكدين؟ أيوه. متأكدين ما في أي جواب ثاني؟ للأسف الإجابة خاطئة. خسرانين. خلاص الحين بنشوف ذكائكم، شوف إيش ال. طيب عادي بإمكاني أرجع أعيد لكم نفس السؤال. يلا. ما هي عاصمة البحرين؟ طب عيد الخيارات. الخيارات طيب. أبو ظبي أم البحرين أم المنامة أم الخرطوم؟ يلا واحدة جاوب. أنا المنام. أنا المنام. نقطة الفريق جوري. لحظة بس خلنا نسجل لكم نقطة. أدخلي. فريق جوري نقطة، فريق حلا صفر، حد الآن 1-0. لا تقول. نرجع للسؤال الثاني لفريق حلا. كم عدد حروف اللغة الإنجليزية؟ يلا إذا تبون خيارات موجودة. يلا خلاص هو سؤال له مو لكم. طيب تأكدين؟ ايوه بعيد عن 26. طب خيار. امزح صح. والحين نقطة الفريق حلا. والسؤال الثاني لفريق جوري، ما هي عاصمة عمان؟
الخيارات: مسقط، بغداد، الخرطوم، لبنان. ايش قولي قولي الخيارات. ايش قولي الخيارات؟ مسقط، بغداد، الخرطوم، لبنان. يلا تشاور كل الفريق. يلا قلنا ان شاء الله. طيب يلا ايش بغداد؟ صح. لا. ايش للاسف الاجابه خاطئه. لحظة النتيجة نفسها 1-1 تعادل. لما تعادلين 1-1 بعدين خلاص الحين السؤال لفريق مين اخر فريق سألت؟ جوري ولا حلا؟ جوري. الحين حلا. يعني من هو النبي الذي رماه اخوته في البئر؟ يوسف. ما شاورت. ما في ما في ما يحتسب لهم. ما في يحتسب. ما في ما في خلاص. طيب الإجابة صحيحة بس لا بس ما تشاور. خلاص عارف الإجابة. فريق حلا وحطات. والسؤال الثاني لفريق جوري. يا رب نفوز. لحد الآن متعادلين بس بنشوف. لا لا هم اثنين واحد. صح انتم اثنين واحد. يلا ما هي أقصر سورة في القرآن الكريم؟ الكوثر. سهلة. أكدين؟ ايوه متأكدين. أكدين. ما في يعني إجابة ثانية؟ لا ما في إجابة ثانية. صح. شفتوا تعادل. عادي. والسؤال الثاني لفريق حلا. يا رب يخسرون. يا رب يخسرون. خلصتوا؟ ايوه خلصت. السؤال الحين لفريق حلا. ما هي السورة التي لا تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم؟ احنا عرفنا. عارفين. خلاص. الفلق، يوسف، آل عمران، التوبة. متأكدين؟ ما في إجابة ثانية؟ لا. حدا إيش تقولي؟ التوبة. متأكدة؟ تخسرين فريقك ترى. التوبة. تخسرون. التوبة. إجابة صح. ترونها في بناتكم. نجني الجواهر والدرر. نقطف من الروض الزهر. أغلى الفوائد والعبر. ترونها في بناتكم. موقف وقصة رائعة. فكرة وكلمة نافعة. عيشوا دقائق ممتعة وشاهدوا بناتكم. موقف وقصة رائعة. فكرة وكلمة نافعة. عيشوا دقائق ممتعة وشاهدوا.